نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. مساك الله بخير يا شيخ عبد العزيز. الله. عندي ثلاث أسئلة الله يحفظك يا شيخ. نعم. يا شيخ بالنسبة للمحرم إذا أراد أن يضحي. يعني أنا بأحد يا شيخ ووكلت واحد يضحي عني يا شيخ. بالنسبة للأخذ من الأظفار. حتى تضحي لا تأخذ شيء حتى تضحي. ها؟ لا تأخذ شيء حتى تضحي لا عند الإحرام ولا عند غيره. الأخذ من الأظفار والشارب ولا. لا تأخذ شيء حتى تضحي. يعني كأني حلال يا شيخ. كأني حلال. إلا ما يتعلق بالحج. أي. قص الحج وحلق الحج ما يخالف حلق العمرة كذلك. إي. يعني الحلق والتقصير العمرة قبل أن أضحي. والحج كذلك. والحج كذلك يعني هذا معفو عنه يا شيخ ما بداخل النهي ما بداخل النهي ترى الاتصال ان شاء الله يزمز حفظه الله مغربي يوم الاربعاء السابع من شهر ذي الحجه عام 1419 هجريه